مباشرة ينضم إلينا الآن سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة سيد منصور دهامشي. أهلا بك سيدي. في البداية ووسط تعثر جهود التهدئة، التصعيد الإسرائيلي والقصف الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، كيف تنظرون إلى هذا التصعيد المتواصل؟ أهلا وسهلا بك أخ محمد. نحن في الجبهة يعني منذ أن بدأ العدوان الغاشم على قطاع غزة وعلى شعبنا أصدرنا البيان بشكل مباشر بأن هذا هو رقص واستغلال لدم الشهداء من أجل حفنة أصوات ومن أجل تحسين مواقع رئيس الحكومة والقائد العسكري وزير الحرب الإسرائيلي جانتس، وهذا فعلا ما يحصل. هم يقومون بقتل الأبرياء من أبناء شعبنا من أجل رفع مكانتهم ومن أجل كسب الأصوات، وهذا بالضبط ما يقوم به الأحزاب اليمينية المتعاقبة في دولة إسرائيل. نحن عارضنا الحرب ونعارض الحرب ونطالب بشكل شديد جدا بوقف الحرب حالا. خرجنا إلى الشوارع وقمنا المظاهرات من أجل التعبير عن موقفنا الصارخ ضد هذه الحرب الإجرامية على أبناء شعبنا دون أي مبرر ودون أي رادع. وإذا دل هذا على شيء فإنما يدل على الغطرسة الإسرائيلية التي من جهة تقيم المفاوضات مع الحكومة المصرية ومع الإخوة في قطاع غزة، ومن الناحية الثانية تقوم بالاعتداء الغاشم على شعبنا في غزة ناكرة لكل المواثيق والأخلاقيات والمعاهدات الدولية والمحلية من أجل أن تكسب الأصوات ومن أجل أن تحسن صورتها في الانتخابات القادمة. نعم سيد هامشي، جئت على ذكر الحسابات السياسية والانتخابية في هذه المرحلة بالتحديد، ما خطورة متلازمة الحرب والانتخابات، الدم والانتخابات لدى القادة الإسرائيليين، خصوصا وأنها متلازمة قديمة جديدة طالما استخدمها القادة الإسرائيليون ما قبل الانتخابات البرلمانية؟ يعني نحن أصبحنا نعتاد على هذا الأسلوب من الهجمة على غزة، خصوصا يعني على قطاع غزة من قبل رؤساء الحكومة السابقين قبيل الانتخابات ومن أجل تحسين مواقعهم، وهم يربطون يعني العدوان والعداء لأبناء شعبنا بكسب الأصوات أو كسب التأييد الجماهيري من قبل المصوت الإسرائيلي اليميني، والتنافس ما بين الأحزاب اليمينية هي فعلا على الأصوات الأكثر تشددا والأكثر يمينية، ولذلك هناك تنافس غريب عجيب على العداء وعلى الأسلوب الهمجي في ضد أبناء شعبنا، وهم على استعداد وكما شاهدنا يعني في هذه المرحلة الأخيرة وقبل ذلك أنهم على استعداد لقتل العشرات من أجل أن ينجحوا في الوصول إلى سدة الحكم. هذا إذا دل على شيء يدل على النازية المغروسة في قادة هذا اليمين المتطرف الذي يسعى فعلا للوصول إلى الحكم على جثث الأبرياء في قطاع غزة وغيره. نعم صحيح أن في قطاع غزة شعبنا يدفع الأثمان، الجرائم مستمرة، المجازر مستمرة لليوم الثالث على التوالي، ولكن ألا ترى سيد هامشي أيضا بأن قادة إسرائيل، رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يورطون أيضا الإسرائيليين في هذه المعادلة؟ بدون أدنى شك دفع الثمن هو يتم من قبل الشعب البريء المسالم إذا كان في غزة، طبعا هو يدفع ثمن غالي وثمين من خلال الشهداء الذين يسقطون يوم تلو الآخر، ومن الناحية الأخرى الشعب الإسرائيلي الذي يعني يمتنع عن الخروج ويلتزم بالملاجئ، وإن دل على هذا على شيء فإنما يدل على أن مصلحة الشعوب هي ليس في الحرب وليس في العدوان وإنما في السلام وفي إنهاء الاحتلال الذي يسبب كل الشرور في هذه البلاد. ونحن طالبنا وقلنا بشكل قاطع أن الحرب واستمرار الاحتلال هو ضربة لكلا الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، ولن ينعما الشعبين بالسلام وبالراحة إلا بانتهاء الاحتلال ووقف العدوان على أبناء شعبنا. هذا هو الحل الأمثل، ولذلك قلنا بأن من يستفيد هم فقط القادة اليمينين المتطرفين وليس أبناء شعبي هذه البلاد. إذا كان الشعب الفلسطيني من جهة يدفع الثمن الأغلى، ومن جهة أخرى الشعب الإسرائيلي أيضا يدفع ثمن في عدم الاستقرار وعدم الأمان وعدم السلام
وهذا فعلا ما يحصل خلال الفترة التي تستمر إسرائيل في ممارساتها وفي استمرارها في احتلال الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية وفي استمرارها في العدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني. نعم، أخيرا أسألك سيد دهامش، يعني الاحتجاجات في المدن والبلدات العربية المختلفة متواصلة بشكل أو بآخر حتى هذا اليوم، لليوم الثالث على التوالي، في المدن المركزية والكبيرة وفي البلدات الصغيرة كذلك، لكن ما شهدناه يوم أمس في مدينة حيفا على سبيل المثال أن القوات الإسرائيلية المتواجدة كانت تحمل أسلحة تطلق الرصاص الحي، بحسب تقديرك إلى ماذا تسعى المؤسسة الإسرائيلية من خلال تواجد هذه العناصر بين أقواس الأمنية؟ أولا نحن في الجبهة يعني نفخر ونعتز بأننا خرجنا منذ الأمس بعشر مظاهرات واستمرينا اليوم وغدا، هناك دعوات لمظاهرات من أجل وقف هذا العدوان حالا، ونحن على استعداد طبعا لأن ندفع ثمن وجزء بهذا المجال. وأنا شخصيا يعني تلقيت العديد من التهديدات بسبب مشاركتي بالمظاهرة في حيفا أمس، حيث نشرت الصور وهناك كثير من اليهود المتطرفين بعثوا لي على الخاص تهديدات حول مشاركتي، وقالوا يعني أن مصيرنا أن نذهب إلى غزة ويكون نفس المصير لشعبنا في غزة بحال استمرينا بالمعارضة، معارضة هذا العدوان على غزة. نحن نقول بشكل قاطع أن الحكومة تريد تدجين المواطنين العرب في هذه البلاد، وهذا هو الهدف الأساس، محاولتهم تدجيننا، منعنا من تعبيرنا عن موقفنا وعن رأينا، وهم لا يريدون حتى بالمستقبل أن نخرج إلى المظاهرات، ولكن هيهات، نحن نصر بكرامة وبرأس مرفوع أن نستمر بهذا التعبير السلمي عن رفضنا لهذا العدوان وعن الحرب التي تقام الآن في غزة وفي كل المناطق الفلسطينية المحتلة في الدولة الفلسطينية. عارضنا ذلك في السابق، سنعارضه الآن وسنستمر في معارضته، ودعينا وسندعو للمظاهرات وإلى الخروج إلى الشوارع رفضا لهذا العدوان، وسيكون هناك مظاهرة غدا في الناصر أيضا، وكما كانت في المدن المختلطة في حيفا في عكا، سنستمر في التظاهر من أجل منع استمرار سفك الدماء. هذا هو الموقف الإنساني، الموقف العقلاني والموقف السياسي الذي نتبناه، ولن نتردد ولن نتراجع في الاستمرار بهذا الموقف والتعبير عن موقفنا بالمطالبة بوقف هذا العدوان ووقف هذه الحرب الإجرامية على أبناء شعبنا. سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة سيد منصور دهامش، شكرا جزيلا لك.